السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فينما كنتو كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا اليوم غادي نشارك معكم طريقة الحلزون أو البابوش بطريقة المغربية. كيجي لذيذ جدا اللي غادي يحضروا معنا الزوج ديال الأخت ديالي. يعني هو موالف ديما كيحضروا في الدار، فقلت يعني علاش لا نتقاسم معكم الطريقة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. السلام عليكم، عندي لكم واحد بابوش بالعشوب ديالو، هادي هي الوقيته ديالو ورخيص، راه عارفين كيتباب فوق الجميعه. العشوب اللي غنديرو خدنجال، عرقسوس، السودانيه، فلفله حاره، اللي بغى الحار يدير الحار، اللي ما بغاش يدير الحار تلخر ويدير الحار، زنجبيل، ورق ديال سيدنا موسى، الزعتر، شويه الملحه. وشحال هنايا عندكم ديال البابوش؟ شحال شحال هاد الكميه زعما اللي استعملتي؟ شحال دابا عندي؟ كيلو ونص. كيلو ونص هادي ديال البابوش. كيلو ونص غادي تاخدي برما ديال، غتكون فيها 4 لتر ديال الماء. 4 لتر راه كفايه. وبالنسبه هنا كاين حتى في اليويكن ياك، وهذا 10 درهم ديال العشوب. يعني اللي ما عارفش هادشي كامل، اللي ما عارفش هادشي كامل يمشي عند العطار، راك اولا المارشي ديال المدينه حدا البوس، راه كاين هذاك المارشي تماك، كتدخل راه كاين العطار، نقول له يعطيني ها الاقامه ديال بابوش، راه غيجمع لك هذاك الشيء كامل. وانتم لو بغيتو تزيدو شي حاجه عاوتاني، المهم الحامض غادي ندير حتى الحامض حتى هو. المهم واخا الملحه شويه على حسب الذوق ديالكم، صافي تطيح هادشي في هو. اول ما اول حاجه تتغسليه بسبعه الغسلات باش يتحيد منهم هذاك الحجر، ترى هو تيكون شاد الحجر بزاف. سبعة الغسلات غسليهم وخليه صافي، تتلوح تتشدي الماء هو الاول. الماء طايب ولا الماء بارد؟ الماء طايب. الماء طايب، تتلوح على الماء طايب صافي، تتبقى واحد شويه حتى تشوفي صافي بان لك راه ماتو، دخلوه تتلوح العشوب ديالك، عندك واحد ربع ساعه ديال الماء كاع. صافي هو طاب لك بابوش. يعني دغيا دغيا كيوجد دغيا البابوش دغيا كيطيب. علاش انا عطيت ربع ساعه؟ على حسب داك العشوب باش يطلق مزيان، داك العشوب باش يطلق. ايوا صافي صافي، حنا غادي نشاركوا معكم ان شاء الله الطريقه. نسيت ما قلت لكمش القرفه، وكاين الفليو، ترى ما شريتش انا كل حاجه، شريتها بوحدها، العطار جمع لي داكشي كامل، القرفه وفليو. وبالنسبه للحار دابا علاش ما درتش الحار؟ على حسب الدراري، عندي الدراري خصني نعطيهم بلا حار، حتى الاخر غادي نحيد لهم هذاك الشيء ديالهم، وعاد هذيك الساعه اللي عند الدراري ما بغاش لهم الحار، هذا بغا يدير لهم الحار، فهو غادي نشدو هذا نحطو نديرهم هنا فهاد الشبكه. أو قليل أقرب طعام نعبدوها باش ما تحلش لينا، نزيدو عاوتاني، نزيدو عاوتاني هكا، حطوها يا نولو، نحطوها على بالنسبة للمطيب اللي غادي نكبو عليه. علاش نديرو المطيب؟ باش نحلوه باش يموت بمطيب، حتى
تتحلل بالماء طيب. يتحلل يعني باش ما نعذبوش يبقى يموت. ها هو الماء طيب تفسخ. حيت بزاف يعني اللي ما عارفش واقيلا هاد القضيه. يعني هذه الطريقه باش يولي البابوش حلال ياك. باش يولي حلال. بسم الله بسم الله خذوا الماء. قلت لك ما تقامتش علينا غاليه الا مشيتي تشري عند ما صحاب بابوش غيقلق لي يقول لك واحد 4000 ريال هذه ما تقامتش عليها رخيصه باش تقامت كيلو ونص تتباع ب 500 ريال الاعشاب اللي عطاني 10 درهم ديال الاعشاب وحتى من ناحيه الواحد عارفو راه نقي ومغسول يعني وتتغسليه على يديك وتتعرفي الماء شنو اللي حطيتيه ما حنا عندك الماء تماك ديالهم وبالنسبه للبوش اللي مني خديتيه جبتيه نيشان طيبتيه او بقى عندك يعني مده ديال الوقت او كيفاش يعني كيفاش مني غسلته 7 غسلات بقى عندي شحال تقريبا بقى عندي نهار ديالو باش يعني ياكل عطيتيه ياكل شي حاجه لا ما عطيته والو خليه بحال صومتي بحال الصوم ديالك بصح حتى تحطي داكشي الملح على داكشي اللي بغيتي عشقة صغيرة يعني كل واحد ومن بعد غادي تذوقي صافي دابا نسدو عليه الكوكوط ياك نسدو عليه دابا الكوكوط صافي ونرجعو ربع ساعة ديالو باش علاش عطيتو ربع ساعة على حساب هذوك الأعشاب باش يطلقو مزيان مع البابوش صافي شكرا السلام عليكم ها هو البابوش وجد شتي زغي خطير حار محرحة ستيلي الحار ديال هاد الوقيتة هادي ديال اليوم البرد ها البلول شتي البلول كي اللون ديالو كيداير حسم ديال الزنقة كاع ونقيو هاهو البابوشة هاهي هاهي شتي كي طالعة اضحك بسم الله يلاه مرحبا بكم عندنا كنشكرك بزاف وكنتمناو ينال الاعجاب ديالكم هاد الطبق ديال الحلزون او البابوش اللي كيجي رائع جدا خصوصا في هاد الجو هذا ديال البرد كنشكركم بزاف على المتابعه الى اللقاء ان شاء الله في وصفه جديده باذن الله